أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقدير المصري للخبرات الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل التي تتسم بالحوكمة الدقيقة. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس رئيس شركة سكك حديد ألمانيا دويتش بان، حيث تم استعراض التعاون مع الشركة الألمانية لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور السيد نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا دويتش بان، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والسيد اللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا دويتش بان لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع. وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها 2000 كيلومتر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة السويدي إلكتريك. من جانبه عبر رئيس الشركة الألمانية دويتش بان عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، متطلعا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاث، موضحا أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، مشيداً بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة السيد الرئيس. وقد أكد السيد الرئيس على التقدير المصري للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة، حيث وجه سيادته بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية، كما وجه سيادته بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية، وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، وذلك بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الشركة الألمانية دويتش بان تعد الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا، ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل. اللقاء تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية، حيث استعرض السيد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي، وما يتعلق بساحات البضائع العامة والبوابات وساحات الحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل استعرض أيضاً عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة، كما استعرض السيد الوزير أعمال تطوير ميناء دمياط، خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحي والتكريك.
كما استعرض السيد الفريق كامل الوزير ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمحاور الجديدة الإضافية الجاري إنشاؤها على النيل، خاصة ما يتعلق بمحاور بديل خزان أسوان وديروط وطمة. وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور لما لها من مردود حيوي، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل. وأشار المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تمت إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر، خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف والمونورال والقطار الكهربائي السريع وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكباري العلوية على التقاطعات وخطوط السير لتلك وسائل النقل الحديثة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر، حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات، وهو ما يصب في خدمة عملية التنمية المستهدفة في كافة المجالات في مصر. في شأن آخر، تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ملك الأردن قدم تعزيه الشخصية ومواساة الأردن الشقيق حكومة وشعبة للرئيس السيسي والشعب المصري في ضحايا حادث كنيسة إمبابة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستحصل أسرة المتوفى على 100,000 جنيه والمصاب ما بين 20,000 و10,000 جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل سيكون هناك دعم نفسي وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من آثار الصدمة. كما سيتم فتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم. هذا وقد بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين في الجيزة بعد تعرضها للحريق. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، حيث يسابق العمال الزمن لإعادة الكنيسة إلى ما كانت عليه وإجراء أعمال الترميم لواجهة الكنيسة، إضافة إلى الطابقين الثالث والرابع اللذين تضررا بشدة بسبب الحريق. جهود متواصلة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العمل على ترميم إعادة كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة هذا الحادث الأليم، ثم أيضا إعادة ترميم الكنيسة. عدد كبير من العمال يعملون ليل نهار منذ وقوع الحادث لسرعة الإنجاز في إتمام عملية الترميم داخل الكنيسة، سواء في الطابق الأسفل وفي واجهة الكنيسة أو حتى في الطابقين الثالث والرابع. نتابع معكم الآن جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال خلية النحل التي تعمل هنا من العمال والمهندسين لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة. هنا لا مكان لموضع قدم إلا للعمال الذين يواصلون العمل ليل نهار لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين بإمبابة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. يسابق هؤلاء العمال الزمن لإعادة هذه الواجهة إلى ما كانت عليه وأفضل. أما داخل الكنيسة فلا يختلف الوضع كثيرا عن خارجها من حيث وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز، حيث تجري أعمال ترميم الطابقين الثالث والرابع وهما الأكثر تضررا من الحريق لإعادة أسقف وجدران الطابقين بحالة أفضل من السابق، مع توفير عوامل السلامة والأمان التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى. جهود كبيرة تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين، الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من أهالي المنطقة، مما يؤكد أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والبناء
لإعادة هذه الكنيسة أفضل مما كانت عليها. محمود جميل، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية قطاع النقل البحري في تنمية حركة التجارة المصرية وزيادة حجم الصادرات للخارج، وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات زيادة التعاون البحري بين مصر وتونس والجزائر، تم استعراض إجراءات زيادة التعاون البحري المشترك مع تونس والجزائر، حيث تمت الإشارة إلى المذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد مع حكومتي البلدين. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق على مستوى الجمهورية، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات، وتأكيد على أهمية أعمال الصيانة وحسن إدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات القابضة، وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على الموقف أو المواقف غير المخططة الواقع على الطريق الدائري. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه لابد من العمل على القضاء على المواقف غير المخططة بمسار الطريق الدائري بكل حزم، مشيرا إلى أنه سيتم منع هذه الظاهرة غير المقبولة من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات الميكروباص أسفل الطريق الدائري. كما كلف مدبولي بوضع تصور سريع لزراعة وتشجير الطريق الخدمي المحيط بالطريق الدائري وبدء تنفيذ ذلك على الفور، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس وزراء البهاما فيليب ديفيس، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغير المناخ في البهاما. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، على رأسها قضايا تغير المناخ، وذلك في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب عددا من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، وتفقد متدرب البرنامج الرئاسي القاعة الرئيسية للمجلس والمتحف ومكتبة المجلس، وشاهدوا فيلما تسجيليا عن تاريخ الحياة البرلمانية. وقدم الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع شرحا مختصرا عن تطور الحياة النيابية والتعريف بمهام مجلس النواب وآليات عمله وفقا لنصوص الدستور ولائحته الداخلية للمجلس. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 417 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، خطف، وضبط معهم 178 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 60 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 621 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاش، 79 بندقية، 63 بندقية آلية، و26 مسدساً، و452 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و80 خزينة، إضافة ل1300 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 381,247 حكماً قضائياً، من بينهم 1,259 حكم جناية، و 144,995 حكم حبس، و 182,033 حكم غرامة، و 52,960 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 36 متهماً قاموا بارتكاب 38 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 147 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 991 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 164 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 272 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد عن 24 كيلوغرام، وضبط قرابة 6 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى أكثر من 7.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 25,504 قرص مؤثر، و5,152 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 20 مليون جنيه. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 471 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 132 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 50 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 83 طنا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 751 قضية، من بينهما 82 قضية خبز ناقص الوزن و46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 75 طن أقماح محلية. في الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قواته تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعال، داعيا الدول الصديقة لإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية. وخلال مشاركته في أعمال منتدى الجيش بموسكو، قال بوتين إن تطوير التعاون مع الشركاء العسكريين لبلاده سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في العالم أجمع.
ندعو كل الشركاء والأصدقاء إلى إجراء التدريبات العسكرية معنا، كما يجب أن نعمل على حل المهمات خلال هذه التدريبات، مما سيرفع قدرات القوات المسلحة أجمع. وأنا واثق من أننا من خلال تطوير التعاون بيننا، أكن على الصعيد العسكري أو التقني، بإمكاننا أن نعمل على تأمين المناطق، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ليس فقط في مناطقنا ولكن في العالم أجمع. عقد وزير الدفاع الروسي مباحثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة تركزت على سبل ضمان استمرار عمل محطة زاباروجيا النووية. وفي غضون ذلك أعلنت روسيا أنها ستسهل زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن بلادها ستبذل كل ما هو ضروري ليصل متخصصو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة ويقدموا تقييما واقعيا للأعمال التدميرية. يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن سلامة المحطة التي تعرضت للقصف، وسط تبادل للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد أعلنت سلطات زاباروجيا المعنية من قبل روسيا سماع عدوي انفجارات قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية نتيجة قصف نفذته القوات الأوكرانية. وقالت السلطات في بيان لها أنها جرى إطلاق النار على المدنيين والبنية التحتية لمدينة إنرجودار لأكثر من ساعة، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل ضربات على قرية إيفانوفكا، وأن خدمة الطوارئ تقوم بجمع المعلومات عن الإصابات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أخرى روسيا بالانسحاب الفوري من محطة زاباروجيا للطاقة النووية وعودة المحطة للسيادة الأوكرانية. واعتبر البيان تمركز أفراد عسكريين روس وأسلحة روسية في المنشأة النووية أنه يعد أمرا غير مقبول. وسط تبادل الاتهامات بالتصعيد منذ أكثر من أسبوع بين روسيا من ناحية وأوكرانيا من ناحية أخرى حول قصف محطة زاباروجيا، تزداد المخاوف من وقوع كارثة نووية جديدة على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع كارثة تشيرنوبيل التي تعد أسوأ حادث نووي شهده العالم عام 1986. استمرار القصف على المحطة النووية والمنطقة المحيطة أدى إلى إلحاق أضرار بوحدة الضخ التابعة للمحطة، وأدى أيضا إلى تدمير جزئي لإدارة الإطفاء المسؤولة عن أمن المحطة بحسب بيان القوات الأوكرانية. في المقابل اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الضربات التي تستهدف محيط المحطة النووية، مما ينذر بكارثة نووية قد يصل مداها إلى أوروبا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره دعا روسيا وأوكرانيا إلى وقف القتال بكافة أشكاله قرب المحطة بعد تجدد القصف لتجنب العالم خطر كارثة نووية. الوضع المقلق في محيط محطة زاباروجيا أثار قلق المجتمع الدولي حول وقوع كارثة نووية، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول زاباروجيا وانسحاب القوات الروسية من المنطقة لضمان أمن وسلامة المحطة وتجنب أوروبا بل والعالم بأسره من حدوث كارثة نووية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلة ميج 31 اعترضت طائرة للاستطلاع بريطانية اخترقت الأجواء الروسية وأجبرتها على المغادرة. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الجيش الأوكراني إنه يواصل السيطرة على مسارات النقل والإمدادات اللوجستية في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية. قالت رئيسة مركز التنسيق الإعلامي المشترك التابع للقيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا إن القوات الأوكرانية دمرت أكثر من 10 مستودعات للذخيرة تستخدمها القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن الضربات كانت على جسر هناك في مدينة خيرستون منعت القوات الروسية من إعادة الانتشار للحيلولة دون عزلها. وأسرتك في سكوبشنيا بيسكوبوي تكنيكي.
إلى ذلك أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بريطانيا أو برلين تسعى للاستغناء عن الغاز الروسي. وأكد المستشار الألماني خلال زيارته للنرويج أن تحقيق ذلك يعد دعما لسيادة ألمانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دول شمال أوروبا تدعم وحدة وسيادة أوكرانيا. يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه المستشار الألماني بإطلاق حزمة مساعدات جديدة لتخفيف العبء عن الألمان، وذلك بعد الإعلان عن زيادة رسوم الغاز في الخريف المقبل، في خطوة تهدف إلى مساعدة مستوردي الغاز المتضررين من تراجع إمدادات الغاز الروسي. أعلنت خدمة الشحن بميناء أوديسا الأوكراني دخول سفينتين للميناء لنقل 7,000 طن من زيت عباد الشمس والذرة. يذكر أنه منذ بداية أغسطس الجاري تم تصدير نحو 375,000 طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية عبر الممر البحري الإنساني. تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك باتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين الألمان، وقال هابيك إن الضريبة ليست خطوة سهلة بأية حال من الأحوال، ولكنها ضرورية للحفاظ على إمدادات الطاقة في المنازل وفي القطاع الاقتصادي، وإلا فإن أمن الإمدادات سيتعرض للخطر. وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن التكلفة الإضافية للغاز ستكون مصحوبة بحزمة إغاثة أخرى. وإلى ذلك أظهرت بيانات رسمية أن قيمة صادرات النرويج من الغاز الطبيعي سجلت مستوى قياسي مرتفع بلغ 13.26 مليار دولار في يوليو الماضي. وقال مكتب الإحصاء النرويجي إن إيرادات الغاز الطبيعي أعلى 4 مرات مما كانت عليه في يوليو من العام الماضي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي بنسبة 2.7% في يوليو. من ناحية أخرى، خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وسحب بعض السيولة من النظام المصرفي في محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. وصل خطر حدوث ركود في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2020، حيث يهدد نقص الطاقة بدفع التضخم القياسي إلى الارتفاع. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركات والأسر في منطقة اليورو، حيث أدت تهديدات الطاقة الروسية إلى تفاقم هذه المشكلة مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت اختناقات العرض بسبب موجات الجفاف الشديدة في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف. نشرتنا متواصلة معكم وفيها: رئيسة تايوان تستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي، والصين تجري مزيدا من التدريبات قرب تايبي. قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين إن المناورات الصينية تمثل تهديداً للأمن الإقليمي. وأكدت رئيسة تايوان لدى استقبالها وفداً من الكونغرس الأمريكي أكدت التزامها بالحفاظ على استقرار مضيق تايوان. إننا لا نعمل فقط عن كثب مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم ونتابع جميع التطورات العسكرية من حولنا، بل نواصل أيضاً التعبير للمجتمع الدولي عن تصميم تايوان على الحفاظ على الوضع الراهن للاستقرار عبر مضيق تايوان والمحافظة أيضاً على الازدهار والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ذكر الجيش الصيني أنه أجرى مزيدا من التدريبات بالقرب من تايوان بالتزامن مع قيام وفد من الكونغرس الأمريكي بزيارتها. ووصف الجيش الصيني المناورات بالرادع للخدع السياسية التي تقوم بها واشنطن وتايبي. كما أكد الجيش الصيني أنه سيتابع التدريب والعمل على رفع جاهزيته القتالية للحفاظ على سيادة البلاد. أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن 15 طائرة صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان بالتزامن مع التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة. يأتي ذلك بعد 24 ساعة من إعلان وزارة الدفاع التايوانية رصد 22 طائرة صينية وست سفن تنشط في محيط مضيق تايوان. إلى ذلك أعربت الصين عن معارضتها لأي نوع من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان. وأوضحت السفارة الصينية بالولايات المتحدة أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة ورادعة على ما وصفته بالاستفزازات الأمريكية، لافتا إلى أن الزيارة التي يقوم بها وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تثبت أن واشنطن لا تريد أن ترى الاستقرار عبر مضيق تايوان. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هاتس جورنبرغ أن الهدنة ما زالت صادمة على نطاق واسع من الناحية العسكرية في اليمن. وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن ضرورة اتخاذ أطراف للأزمة لقرارات لتجنب العودة للحرب والبدء في بناء سلام دائم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس في ملف فتح طرق تعز. أثني على الطرفين على اتخاذ هذه الخطوة التي تسمح بأطول هدنة منذ بداية الحرب وبمواصلتها، كما وتسمح بالحصول على مزايا من التدابير الاقتصادية والإنسانية التي أدت إليها الهدنة. بالإضافة إلى تمديد الهدنة، التزم الطرفان باستخدام الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع حتى بحلول الثاني من أكتوبر. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إيجاد حلول في الإطار الوطني الذي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب التونسي في ظل اختيارات وطنية ثابتة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى القضايا المتعلقة بسير المرافق العمومية إلى جانب الميثاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت دور القضاء بمعالجة الإشكالات الخاصة بالأزمة السياسية. وذكر إعلام القضاء في بيان بأن الجانبين بحثا دور القضاء في معالجة الإشكالات القانونية التي تخص الأزمة السياسية التي يشهدها العراق. أعلنت لجنة الانتخابات الكينية عن فوز نائب الرئيس ويليام روتو في انتخابات الرئاسة. وخلال كلمة له عقب فوزه في الانتخابات، قال روتو إن الانتخابات كان هدفها حل المشكلات وليس مراعاة التكوينات العرقية، مضيفا أنه بحاجة إلى تكاتف الجميع للتحرك قدما. في نفس السياق، أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة كيسومو بعد أن أعلن رئيس الانتخابات الكينية فوز نائب الرئيس ويليام روتو في السباق الرئاسي. وقبل دقائق من إعلان رئيس مفوضية الانتخابات فوز روتو، قالت نائبته لوسائل الإعلام إنها وثلاثة مفوضين آخرين يتبرؤون من النتائج،
كما تم إخراج الدبلوماسيين ومراقبي انتخابات دوليين من قاعة الفرز قبل أن يتحدث رئيس مفوضية الانتخابات، بينما اندلعت مشاجرات. أعلن الرئيس الكوري الجنوبي أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لكوريا الشمالية في مقابل نزع سلاحها النووي، وهو عرض لطالما رفضته بيونغ يانغ. يأتي اقتراح سيول بعد أيام على تهديد بيونغ يانغ بالقضاء على سلطات كوريا الجنوبية على خلفية التفشي الأخير لفيروس كورونا في الشمال، وبعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونغ أون أن بلاده مستعدة لتعبئة قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة والجنوب. أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز للتسويق بالعاصمة يرفان، وذلك إلى 6 قتلى و 61 مصابة. وأفادت السلطات المحلية بأن مستودع لمواد الألعاب النارية انفجر في مركز تسوق بالعاصمة، مبينة أن عناصر مركز الاستجابة الإنسانية الأرمني الروسي العامل في أرمينيا يشاركون أيضا في إطفاء الحريق. تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي بالعمل على تحويل بلاده إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047. وقال مودي بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني إن نظرة العالم للهند بدأت تتغير، وأن العالم يتطلع إليها للمساعدة في حل القضايا العالمية. وأضاف مودي أن الهند سترشد بقيم الاعتماد على الذات وروح الشراكة الدولية لتحقيق التميز في العلوم والتكنولوجيا وإقامة الصناعات وتحقيق أمن الغذاء والطاقة. جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعهد اليابان بعدم الحرب خلال احتفال بلاده بالذكرى 77 لهزيمتها في الحرب العالمية الثانية. وركز كيشيدا إلى حد كبير على الأضرار التي لحقت باليابان بسبب القصف الذري الأمريكي على هيروشيما وناجازاكي، والقنابل الحارقة الهائلة في جميع أنحاء اليابان، والمعركة البرية الدموية في أوكيناوا. وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن السلام والازدهار الذي تتمتع به البلاد اليوم مبنيا على معاناة وتضحيات لأولئك الذين ماتوا في الحرب. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة. ومن المقرر أن يخضع أوستن للعزل في المنزل لمدة 5 أيام وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على أن يحتفظ بجميع السلطات والعمل من المنزل. أصبحت بريطانيا أول دولة توافق على لقاح يستهدف كل من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون من الفيروس. ووافقت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة على ما يسمى باللقاح الثاني أو الثنائي التكافؤ الذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية موديرنا كمعزز للبالغين. ووصفت الهيئة اللقاح بالأداة الحادة في مستودع أسلحة للمساعدة في الحماية من المرض مع استمرار تطور الفيروس. وإلى ملف التغيرات المناخية، حيث أعلن مسؤولون إسبان خروج حريق غابات ضخمة عن السيطرة في ظل الرياح العاتية جنوب شرق إسبانيا. وأوضح قائد جهاز الطوارئ الإقليمي خوسي ماريا بأن مئات العناصر من عناصر الإطفاء تساندهم 25 طائرة ومروحية حاولوا إخماد النيران التي دمرت أكثر من 6500 هكتار من الأراضي، بينما فر أكثر من 1200 شخص من منازلهم، مشيرا إلى أن الرياح العاتية تعقد جهود إخماد الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها بسبب التضاريس الوعرة بها. أجرت السلطات الألمانية والبولندية تحقيقا حول كارثة النفوق الجماعي لأطنان من الأسماك في نهر
أودر، وكشفت التحليلات الأولية التي أجريت في براندنبورغ عن وجود مواد سامة في مياه النهر نتيجة لتلوث صناعي يعتقد أنه من تصريفات الزئبق، أحد المصانع البولندية، والتي ألقت ألمانيا باللوم على السلطات البولندية لعدم إبلاغها عن بدء النفوق الجماعي للأسماك الذي وقع نهاية الشهر الماضي في أجزاء النهر الواقعة بحدودها قبل أن يمتد إلى مياه النهر داخل ألمانيا. كارثة بيئية كبرى تواجه ثلاث بلدان أوروبية جراء نفوق جماعي للأسماك بنهر الأودر الذي يبلغ طوله 866 كيلومتر ويقع في وسط أوروبا ويمر ببلدان تشيك وبولندا وألمانيا. وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي سافرت إلى بولندا لبحث الأزمة البيئية، حيث التقت نظيرتها البولندية آنا ماكسوا، وقالت الوزيرتان إنهما تركزان حاليا على فعل ما بوسعهما للحد من الأضرار على النظام البيئي للنهر. عشرات أطنان من الأسماك النافقة أزيلت من النهر، لكن الوزيرة البولندية قالت إن سبب النفوق الجماعي لم يتحدد بعد، وأكدت أنه تم اختبار 150 عينة على الأقل من مياه نهر أودر، ولم تؤكد أي دراسة وجود مواد سامة. في الوقت نفسه تجرى اختبارات على الأسماك. وبالرغم من استمرار هذه الكارثة البيئية منذ أكثر من أسبوع، وهو ما أثار استغراب الكثيرين خاصة علماء البيئة، إلا أنه لم يتحدد بعد سبب هذه الكارثة، غير أن الحكومتين الألمانية والبولندية أكدتا أن النفوق الجماعي كارثة يجب التعامل معها وحلها بشكل عاجل، وأن النهر قد يستغرق سنوات قبل أن يعود إلى طبيعته. تصل مستويات المياه في نهر الراين بألمانيا إلى نقطة منخفضة للغاية في الأيام القادمة، مما يجعل من الصعب على نحو متزايد نقل البضائع بما في ذلك الفحم والبنزين، حيث يسيطر الجفاف وأزمة الطاقة على أوروبا. ووفقا للإدارة الفيدرالية للممرات المائية والشحن، فقد يبلغ 32 سنتيمتر صباح يوم الاثنين، أي نحو 5 سنتيمترات أقل من نفس الوقت في اليوم السابق. كانت وكالة الأنباء الألمانية قد أفادت بأن منسوب المياه قد يتأرجح بين 31 إلى 33 سنتيمتر بحلول يوم الجمعة وفقا لتوقعات الإدارة. أكد تقرير حديث للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يقيم 6 من بين كل 10 أشخاص في العالم في المناطق الحضارية بحلول عام 2030، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 68% بحلول عام 2050. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، برزت في الآونة الأخيرة مبادرات شبابية عديدة تسعى إلى ابتكار الحلول العديدة للعديد من القضايا الملحة التي تواجه المدن، مثل التلوث والافتقار إلى السكان المناسب ونمو الأحياء الفقيرة والبنية التحتية غير الملائمة والقديمة وتصاعد الفقر والبطالة. الصحة قافلة طبية مجانية بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا. آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا هبة، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة فرص الاستثمار المتبادل في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر. وأكد وزير الكهرباء اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في هذه المشروعات.
بحث وزير البترول طارق الملا مع إحدى الشركات اليابانية الرائدة فرص التعاون لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر. وأكد وزير البترول أهمية إجراء المزيد من الدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على جدوى المشروع وتوفير سبل نجاحه. تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة. وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمية للدولة. نتحول إلى أسواق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات وسط عمليات شراء موسعة من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 2,600,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 670,980,000,000 جنيه، وذلك وسط تداولات كلية بلغت نحو 6 مليارات جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند 9,984 نقطة متراجعا بنسبة 0.7%، وأغلق عند مستوى 9,914 نقطة. الارتفاعات كانت فقط من نصيب مؤشر EGX70 والذي ارتفع بنسبة 0.6%، وفتح عند 2,129 نقطة وأغلق عند 2,130 نقطة. كما فتح مؤشر EGX100 متساوي الأوزان عند 3,056 نقطة منخفضا بنسبة 25%، ليغلق عند مستوى 3,048 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19.09 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع. اليورو 19.46 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23.07 جنيه للشراء و 23.17 جنيه للبيع. أمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.19 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5.08 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع. نتحول إلى الأسواق الأمريكية، والتي فتحت مؤشراتها الرئيسية في وول ستريت على تراجع على غرار الأسواق العالمية بعد بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح بنسبة 0.15%، كما فتح المؤشر ستاندر أند بورز 500 على تراجع بنسبة 0.25%، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.39%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لهبة وأميرة إليكم. شكرا لك ميرفت. شهدت محافظة أسيوط افتتاح مكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة تضم أمهات الكتب والكتب التراثية وكذلك كتب الأطفال. وتضم المكتبة أكثر من 30,000 كتاب في مختلف المجالات الثقافية، وتخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة. نشر الثقافة والتوعية هدف تسعى إليه الدولة في إطار خطة قومية لبناء الإنسان المصري، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي. هنا في أسيوط شهدت المحافظة بدء التشغيل التجريبي لمكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة، مكتبة تضم في طياتها أمهات الكتب وآلاف الكتب في مختلف المجالات والكتب التراثية وكتب الأطفال، حيث تضم أكثر من 30,000 كتاب في مختلف المجالات الثقافية. مكتبة مصر العامة بأسيوط أول مكتبة عامة بمحافظة أسيوط. المكتبة بتخدم جميع فئات المجتمع في أسيوط، من أعمار من بداية من 3 سنين لحد فوق سن 60.
المكتبة فيها 30,000 عنوان، 30,000 كتاب تشمل جميع المجالات، بالإضافة للمخطوطات والكتب التراث الموجودة بالمكتبة، بالإضافة لتواجد نادي للطفل مدعم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، بالألعاب الخاصة بتنمية المهارات والذكاء وتعديل السلوك، بالإضافة لوجود بعض الأنشطة الكثيرة ثقافية فنية رياضية للأطفال. وتخدم مكتبة مصر العامة بأسيوط المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة. للأمانة طبعا حاجة جميلة جدا يبقى في مكتبة كبيرة بالشكل ده وجميلة وعلى قدر عالي من النظافة والاهتمام، والناس اللي فيها ناس محترمين جدا، وإن هي تبقى في حاجة زي كده في أسيوط تهتم بالطفل وبالأطفال في الوقت الفراغ في وقت الأجازة. ده افتتاح مبدئي، ولسه هيبقى فيه يعني حاجات تانية هتدخل فيها وألعاب وحاجات اللي فيه كونكت فرع عملاق، يعني حاجات تنفع الأطفال الصغيرين. صياغة ثقافة المجتمع دور تقوم به المكتبات العامة من خلال ما تتيحه للأفراد من فرص للتواصل وتعلم المهارات الخاصة، مما يجعل الثقافة نمط حياة للمجتمع. والآن مع أخبار الرياضة بمنافستها. عودة مرة أخرى إليك ميرفت. شكرا أميرة وهبة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. يلتقي الزمالك الآن مع الإسماعيلي في دور 16 من كأس مصر، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء. وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى توماس توخيل مدرب تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، وذلك عقب اشتباكهما في المباراة التي جمعت الفريقين والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما بالدوري الإنجليزي. وقال الاتحاد الإنجليزي إن تصرف المدربين كان غير لائق بعد نهاية المباراة، مضيفا أنه لهما حق الرد على هذه الاتهامات حتى يوم الخميس المقبل. وكان المدربان قد تصافحا عقب المباراة قبل أن يندلع اشتباك بينهما ويفصل بينهما لاعب وأعضاء الجهاز الفني بالفريقين، ثم وجه حكم اللقاء البطاقة الحمراء لكلا المدربين جراء الشجار. أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن انتقال لاعب الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو إلى فياريال الإسبانية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكان لوسيلسو قد انتقل إلى توتنهام قادما من ريال بيتيز في صيف 2019 على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي في صيف 2020، حيث خاض مع الفريق الإنجليزي نحو 84 مباراة، سجل خلالهما 8 أهداف وصنع 6. أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي خضوع مدافع البرازيلي دييغو كارلوس لعملية جراحية بسبب الإصابة. وأفاد النادي الإنجليزي أن اللاعب البرازيلي أصيب بتمزق في وتر أكيلس في مباراة الفريق أمام إيفرتون، مضيفا أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ثم يبدأ برنامج إعادة التأهيل، وقد تمتد فترة العلاج إلى 6 أشهر. نهاية أخبار الرياضة وعودة لهبة وأميرة إليكما. أشكرك مربط. تنطلق فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يوم الأربعاء المقبل على مسرح المحكة. أكد رئيس دار الأوبرا مجدي صابر أن تأجيل افتتاح المهرجان جاء حدادا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، مضيفا أن الفعاليات تستمر حتى 31 من أغسطس الجاري. وأشار إلى أن حفل الافتتاح يشهد تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي. وعن أخبار الطقس والأحوال الجوية، عودة مرة أخيرة إليك مربط. شكرا لكم مجددا، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس حار رطب على معظم من أنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، الأسكندرية 31-24، مطروح 30-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-26، السويس العظمى 35 والصغرى 25، العريش 30-24، طابة 35-26، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 38-28، الأقصر 41-29، أسوان 41-29، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 38-27، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يستعرض عملية التطوير لمنظومة الموانئ ويوجه بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية. مدبولي يتابع إجراءات زيادة التعاون البحري مع تونس والجزائر ويستعرض تنسيقات تشغيل خط ملاحي مع إيطاليا. بوتين يبدي استعداده لتسليح الدول الصديقة ويؤكد أن التعاون العسكري المشترك سيعزز الاستقرار في العالم أجمع. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسين. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا أميرة؟ ازيك يا هبة؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. يا رب تكونوا بخير. عاملين يقول لي انت عمال تغمق. ما انا واقف في الشمس من صلاحية ربنا، لازم اغمق. يعني هيحصل ايه يعني؟ لا، بيتهموك انه مصيف. مصيف؟ مصيف في مثلث ماسبيرو ازاي؟ انا واقف في المثلث في عز الاياله. والله هبقى احكي لكم الحدوته دي ان شاء الله، يعني حلقه ظريفه يعجبكم. اشكركم واستاذنكم نبدا فقراتنا.